لله الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وما الله بغافل عما تعملون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك الناس أمام الحجة البينة ودين الله القويم، وصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على هذا النبي وعلى آله. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة رسول الله، وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، بعد انتهاء رمضان نسأل الله تعالى أن يتقبله منا وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم آمين يا رب العالمين. بعد انتهاء رمضان ومرور الأيام، لا بد أن نعلم أن الأيام صحائف الأعمار، وأن السعيد هو من عمرها بطاعة الله تعالى، من عمرها بأحسن الأعمال. فإذا كنت أيها المسلم قد جعلت شهر صومك ضراعة دائمة وابتهالا بالدعاء، وأحسست لذلك بلذة، لأن شهر الصيام يجاب فيه الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فاعلم أن الدعاء عبادة لا تنقطع وليست موقوتة بشهر من الشهور ولا يوم من الأيام، وأن الله تعالى يجيب داعيه طوال العام، ولا يرغب عن دعائه وطلب الحوائج منه وإليه إلا مستكبر مصيره إلى النار. فقد روى الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. الضراعة، التذلل بين يدي الله تعالى، هي مخ العبادة، هي لب العبادة، أن تستشعر العبودية وحاجتك إلى الذات الإلهية حتى في شراك نعلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تستشعر أنك مستغن فأنت لم تعرف الله، وطالما أنت في محراب الدعاء تتذلل فقد عرفت طريق العبودية. رسولنا يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين،
إن الذين يستكبرون عن طلب الحوائج إلي، إن الذين يتكبرون عن التذلل عندي وعلى بابي يسألونني الحوائج سيدخلون جهنم داخرين. فإن استطعت ألا يسبق إلى الله تعالى أحد في هذا المضمار فافعل وكن دائم الدعاء، ففي كل ليلة يفتح باب الإجابة من السماء، وخزائن الله ملأى وعطايا الوهاب دائمة. ولا تعجز عن الدعاء، فإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخي وأختي، وإذا كنت قد جعلت شهر صومك جهاداً متواصلاً ضد شهوات النفس وانقطاعاً إلى الله تعالى بالعبادة والطاعة ومدارسة الآيات وقياماً بالليل مخلصاً، فعلت ما فعلت لأن رمضان موسم، هو بالفعل موسم كبير للتوبة والإنابة والطاعة، لكن علينا أن نعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن عطاء الرب ممنوح لكل من تاب وأناب في كل وقت وحين في كل يوم وليلة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كنت قد اتخذت لنفسك في رمضان هدياً صالحاً وسمتاً متواضعاً وأدباً رفيعاً تحليت به طوال الشهر حرصاً على صيامك وخوفاً على خرقه، فاعلم أن الأدب مطلوب على الدوام، وأن السمت الصالح والفضل والحياء وحسن السيرة مطلوب شرعاً وعرفاً. ليس في رمضان، وإنما على طول الدوام لمن أراد مرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لمن أراد مرافقة الأنبياء. فقد أخرج أبو داود وأحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، يعني في المعيشة، جزء من 25 جزءا من النبوة. والهدي هو السيرة والهيئة والطريقة التي يتخذها المرء لنفسه من حسن الأدب، والسمت الصالح هو هيئة أهل الخير، هيئة عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومعنى الحديث أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء، أن هذا الأدب الذي تأدبت به في رمضان وتلك المشية المتواضعة وهذا السمت الصالح هو من شمائل الأنبياء ومن جملة خصالهم، وأنها جزء معلوم من أجزاء أفعالهم، فمن اقتدى بهم وتابعهم عليها فقد أخذ بجزء من أجزاء النبوة، كأنما هو قطعة من النبوة تمشي على الأرض. فتخيل نفسك في هذه الهيئة وأنت قطعة من النبوة تمشي على الأرض بين الناس.
وإذا كنا في رمضان قد لزمنا طريق الاستقامة واجتنبنا ما هو محظور في الدين، فلنعلم أن الاستقامة مطلوبة في كل حين وآن. فقد قال الله تعالى لنبيه وخليله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقم، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إن الله بما تعملون بصير. والاستقامة لزوم طريق الحق واجتناب ما هو محظور في الدين. وإذا كان رمضان قد مضى ببركته وخيره، نسأل الله تعالى مرة أخرى أن يتقبله منا ومنكم، اللهم آمين. فليس معنى ذلك أن زمن الاستقامة قد مضى، فليس للاستقامة زمان، ليس للاستقامة زمان، إنما هي على طول الدوام، أمر شرعي. ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. ولا بد أن نعلم بعد الختام أن الميتة السوية والعيشة الهانية والسعادة الأبدية في الدار الأخروية تضمن لمن استقاموا على أمر ربهم. فهؤلاء هم أهل الاستحقاق، هؤلاء الذين صدق قول الله فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وفي سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومن نقله الله تعالى من ذل المعصية إلى عز الطاعة أغناه بلا مال وأنسه بلا أنيس. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ذلك الرجل الذي أنسه رب العزة تبارك وتعالى، فكان له هو الأنيس، وأغناه رب العزة تبارك وتعالى فكان هو الجليس. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Assalamu alaikum, brothers and sisters. We thank Allah, the one who have unlimited source of grace, mercy, and blessings. All matters were returned to him. And Allah is well aware, know, and record everything that we all do. I bear witness there is no creator except Allah, the one and only with no partners, the Almighty and assured truth. I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is a servant and messenger of Allah. We send regard and blessings to Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali, and all the righteous companion and those who follow them with goodness to the day of judgment. My dear brothers and sisters of Islam, as we observe the passing of Ramadan, may Allah make it witness for us, not against us. It is sensible and it is wise, being believers, to reflect and keep in mind that days of our lives are just pages in our book of deeds. The fortunate among us is the one who packed these days with the best of deeds and righteous conduct. If you complete the month of Ramadan in obedience, submission, glorifying and supplicating to Allah the Almighty, because it is the month where prayer are answered, you are correct and you are a winner. But it is a fact. Supplication is a ritual which is not limited to a specific time or a place.
And it should not be stopped as Allah subhanahu wa ta'ala respond and answer the one who supplicate every day of the year. The one who does not have the desire to supplicate and ask Allah, the Almighty owner of the heavens and the earth, for help, sustenance, and support is just an arrogant soul. An arrogant soul who end up in the hellfire. May Allah spare us. It was narrated by Imam al-Tirmizi on the authority of Nu'man ibn Bashir that he said, I heard the Prophet Muhammad, peace be upon him, saying, supplication is worship. Supplication is worship. Then the Prophet Muhammad, peace be upon him, recited verses from Surah Ghafir. What can be translated, the Prophet recited, and your Lord say, Allah the Almighty, call on me, I will answer your prayer. But those who are too arrogant to worship and serve me will surely find themselves in hell in humiliation. If you are among the foremost and can be among the foremost to call on Allah, then be. As every night Allah opened the doors of heaven to answer whoever seek His help, His support, and His guidance. The treasure of Allah are unlimited. His giving is everlasting. His blessings and generosity have no end. So don't be handicapped. Do not handicap your own self and your own soul. The most handicapped person is not the physically handicapped one who cannot move or walk or physically be free, but the real handicap is the one who is not able to supplicate to Allah, as it's narrated in the hadith of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Dear brothers and sisters, if you made the months of fasting a continued fight against your evil desires and sinful desires, spent most of your time glorifying Allah, worshiping Him, being obedient, reciting the Quran, and performing night prayer, because the month of Ramadan is the season of repentance and forgiveness, then know that the door of repentance is always open, and daily forgiveness is always granted. And whoever repent and go back to Allah by day or by night will find an answer till the day of judgment. Brothers and sisters, if you assume for yourself in the month of Ramadan a blissful direction, a humble, righteous posture, then know that being polite, being humble, being righteous, being well-mannered, and having a good reputation are virtues that should be kept at all time for whoever would like to be in the companies of the honorable prophets of Allah. It was narrated by Imam Abu Dawood and Ahmad and Ibn Abbas, may God be pleased with both of them, that he said that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, a blissful direction, a humble, righteous posture, and moderation in everything, are one ingredient of 25 ingredients of virtues of the prophets. Blissful direction, a straight path of Allah, staying on the straight and narrow path of Allah. Blissful, righteous posture is the stance of virtuous people. You know them from what they do, standing for the truth, speaking the truth, not undermining the truth or hiding it. The Prophet is telling us these virtues are part of ingredients of the character of the Prophet, and it is how they act and how people identify them. So follow their guidance, example, and footsteps. If the Muslim in Ramadan multiplies his efforts to worship Allah, staying on the right path and avoiding all what is prohibited, then know that being on the right path is always a requirement. It is obligatory for being a Muslim witnessing to the oneness of Allah to be on that right path. Allah subhanahu wa ta'ala said to His Prophet, keep in mind that verse, Allah talking to His Prophet,
Muhammad, peace be upon him, Allah said what can be translated. Therefore, stand firm in the straight path as you are commanded. You and those who are with you, turn to Allah and don't transgress from the right path as he sees well all that you do. The Almighty knows exactly what we all do. Being on the right path is to adhere to the truth and avoid what is prohibited in our faith. The month of Ramadan has passed. May ask Allah to accept our deeds. And that does not mean that the time to be on the straight path is over, as there is no specific time for being righteous, being good, being with the best of manners, being the reflection of the Quran and the Sunnah of the Prophet. Whoever is not on the straight path in his normal state is a loser, his efforts are wasted, and his hopes are just a fantasy. Honorable living, blissful end of life, and eternal happiness in the hereafter are guaranteed, are assured to those who hold tight on what Allah commands, and they are the most deserving of His blessings. Listen carefully to what Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Ahqaf, verse 13 and 14. Listen carefully what Allah said. Allah said what can be translated, verily, those who say our Lord is Allah, those who say our Lord is Allah, and remain firm on the right path, on them shall be no fear, on them shall be no fear, nor shall they grieve. Such shall be the companion of the garden, dwelling therein forever, a recompense for their good deeds. This is the word of Allah subhanahu wa ta'ala, a promise to those who stay on the right path. Whoever Allah subhanahu wa ta'ala spares the humiliation of disobedience and bestow on him the honor of obedience is the wealthiest without money and the most content without company. May Allah choose us to be among them. Ameen. Ameen. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Just one small announcement, very important. For those brothers who forgot to bring their prayer rug, we cannot afford providing a piece of paper every time you come. Alhamdulillah, this masjid only missed 3 Fridays. So we've been doing this for a long time. We've been asking everybody to bring his own prayer rug, inshallah, to prevent contamination of the carpet and to have your own, inshallah. These guidelines of distancing and social distancing and being mindful of contamination will stay with us for a while, inshallah. So please bring your prayer rug with you, or you are just not mindful of what is happening in our country. So please, bring your prayer rug with you, inshallah. Assalamu alaikum.